في مجموعة من الأدباء والمثقفين بيحاولوا يعملوا ربطة لعقد مؤتمر للثقافة المصرية بالتوازي مع المؤتمر اللي بتزعم وزارة الثقافة ان هو تعمله، وليهم بعض الأسباب الخاصة. فأنا كنت عاوز أقول لحضرتك يعني وجهة نظر في هذا المؤتمر. دي حرية كاملة اللي عايز يعمل حاجة يعملها. احنا أولا إذا كان في الاتجاه اللي احنا رايحين فيه أهلا وسهلا، احنا رايحين الاتجاه له، احنا رايحين لرؤية ثقافية بيقدمها المثقفين على كل أطيافهم بدون حظر لأي فكر ولأي مستوى. ليه؟ لأنه ده أنا بقول أنه فاروق حسني مشى، في أي وزير يجي ولا وزير بعديه ولا بعديه هيجد دستور ثقافي محترم متبنى من العقول والقرائح التي يهمها الوطن بكل يعني مشاكله وبكل أحلامه. إذا نحن عنديش إشكال، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. أنا بعمل شيء مش باسم فاروق حسني، ده بعمله باسم المثقفين هم اللي بيعملوه. فاروق حسني هيقول خطاب في الافتتاح وهو هيسيبه، وهتبقى المسائل كلها للمثقفين، وهتحط له جدولة وتحط له نوع من أنواع المناطق اللي هتكلموا فيها، وهتبقى لجان، اللجان هم هيقسموها وهم هيعلموها يعملوها. وزير الثقافة ليس له أي دعوة من قريب أو من بعيد إلا في الرافد الهام جدا من الفكر الثقافي الجمعي عشان يضع تصور وانتهى الموضوع. بالنسبة لي سيادة الوزير، ممكن ضم مجموعة منهم للجنة التحضيرية بتاعت المؤتمر المثقفي، اللجنة التحضيرية الموجودة؟ أي حد ممكن ينضم طالما عنده ورقة يبعتها، والورقة هتتحط وتدرك. امتى ممكن يعقد مؤتمر المثقفين سيادة الوزير؟ احنا عاملين له حساب في ديسمبر القادم، انما حسب ظروف الاوراق اللي هتقدم. اذا كانت هناك اوراق اكتملت وجديره بالمناقشه سوف يتم، انما في رغبه اكيده ان المثقفين عشان ما يحطوش المسؤول في حرج. والله ده قانون فعله المثقفين ودي رؤيتهم، مفيش شك انها الرؤيه دي لازم تتحط في عملية قنوات، القنوات اللي تقدر تستحملها وتشيلها. يعني ما تجيش بأفكار غير محتمل تنفيذها لأنها أوسع من أنها تنفذ أو أضيق من أنها تنفذ. إذا كان أضيق لازم يحصل لهم تبيان إيه اللي موجود عشان تقدروا تملأوه. لو أكتر لا يا جماعة، عشان يتنفذ لازم ياخد المقاييس دي، لان دي اللي هتقدر تعدي في القنوات اللي ممكن تكون. يعني المساله عقلانيه بحته، حريه مطلقه في كل الكلام. هيتهمونا احنا النظام، احنا الحكومه، احنا البتاع، يتهموا زي ما هم عايزين، لكن احنا في النهايه بندور على مصلحه وطن ومصلحه جمعيه، مش مصلحه فئه على فئه. والنظام يهمه قوي انه المثقفين دول يحسوا انه ده وطنهم. وانا عايز اقول ده من زمان بقول واكرر مره اخرى، كلنا في حظيره الثقافه كما كلنا في حظيره الاسلام، عشان ما حدش يقول حظيره فراخ خدت بالك. فاللي انا عايز اقوله، اذا بالتالي انا واحد من هؤلاء، واتمنى الرفعه، ولان الرفعه دي بتقاس بالعالم. احنا فين من العالم، مش فين من مين، هنا في الداخل او في المنطقه، لا، فين ثقافه مصر من العالم. عشان كده بقى في التجارب وفي التفوق وفي المغامره الثقافيه، ده لازم تتيح. النهارده انا سعيد ان هناك شباب طلع من التجربه اللي فاتت معانا، بقى في عندك في كل مناحي الثقافه شباب كبير مغامر مجرب وعايز يطلع. هيبقى بعد كده دي اسماء كبيره جدا لما تتاح لها الفرصه انها تاخد مواقع المفروض تاخدها.
سيادة الوزير، البعض بياخد عن اللجنة التحضيرية انها من قيادات الوزارة بس، يعني ما تمش ضم شخصيات عامة من المثقفين من مختلف الاتجاهات والتيارات بحيث يبقى مؤتمر ممثل او لجنة تحضيرية ممثلة للمثقفين المصريين، يليق بان مؤتمر للثقافة المصرية مش لبعض قيادات وزارة الثقافة. اللجنة التحضيرية دي بتحط الميكانيزم، الميكانيزم ده يعني معناه ده يفتقر إلى مثقفين كثيرين. التجربة في العمل الثقافي شيء آخر ما جربوش المثقفين. العمل الثقافي، العمل الثقافي يعني ده البرمجة والتقديم في التوقيت والمسائل دي، دي ناس مجربة تعمل إيه. لكن في برضو واحد سيد ياسين، واحد زي مصطفى الفقي، وفي أظن تاني. إذن بالتالي يعني احنا بنتكلم كيفية وضع كراكاز كامل للمثقفين عشان يلعبوا فيه. ما انت لازم عشان في 11 لعيب كرة و11 لعيب كرة يلعبوا لازم تقوم لهم الاستاد عشان يلعبوا فيه. دول بيعملوا المنطقة اللي لازم يلعبوا فيه، بيمهدوها. وده بعد كده ما هم كل المثقفين اللي هيجوا دول بعد كده، ما كلها نقاشات عشان نطلع في النهايه. ما هم كلهم جايين حضروا الارض عشان يجوا يتكلموا، واللي عنده حاجه يقولها يقولها. جميل. لكن زي ما حضرتك قلت، اي حد عنده اوراق عمل يقدم للجنه التحضيريه وممكن يشتركوا في اللجنه التحضيريه، ممكن يشترك. لو ورقه معقوله محترمه على قدر انها تناقش من المثقفين كل جميع المثقفين موجودين، هذا شيء جميل جدا، ده شيء يفيد. وبعدين خلي بالك انا كراجل مسؤول تاكد ان اي فكره جديده ده مكسب ليا كبير جدا، لرصيدي انا اشتغل بيه واتعامل بيه، وانا عايز اجدد وعايز اطور وعايز اخش في افاق جديده يمكن احنا ما قدرناش ندخل لها الفتره اللي فاتت. فاذا كان انا او غيري او غيري او غيري يبقى تحت ايدي تجربه ومستقبل. التجربة اللي فاتت 23 سنة والمستقبل اللي جاي، انك انت بتضع خطط مستقبلية. مستقبلية. طيب حضرتك يعني المؤتمر ادباء الاقاليم كنت حضرتك وعدتني انه يتم استضافته في القاهرة. هل حضرتك عند نفس الوعد؟ طبعا. لان انا ليه عايز المؤتمر يبقى في القاهرة؟ لان القاهرة فيها زخم ثقافي كبير جدا، وحاجات خاصة بالدولة وحاجات خاصة بالمجتمع المدني، يعني كل ده يعني هتبقى فيها اللي هيجوا الأدباء أولا هيثروا هذه المنتديات الثقافية، وبالتالي أيضا هم هيستفيدوا منها ويستشعروا إن الثقافة بخير، لأنها مليئة. القاهرة عاصمة ثقافية كبيرة جدا. يعني حضرتك الدعوة ما زالت موجودة ويتم تفعيلها يعني أبلغ الكلام ده لأمانة أدباء الأقاليم ونكلم من الدكتور مجاهد بحيث يتم استضافة المؤتمر. حضرتك الجوائز بتاعت أدباء الأقاليم برضو حضرتك يعني وعدتنا في المرة اللي فاتت بالجوائز 250 ألف جنيه لأدباء الأقاليم. أنا عندي حضرتك اللجنة اختارت ويعني تم تشكيل لجنة، تم اختيار الناس. أنا عندي وعدي عندما يعني أتفوه بكلمة لا إطلاقا لا أرجع عنها. حضرتك مشغول بإيه الأيام دي يا سيادة الوزير؟ مشغول بغيري. يعني إيه المشروع الثقافي اللي شغل حضرتك في الوقت الحالي؟ يعني عامل لك يعني هما ثلاث مشروعات ضخمة وممكن تقول أربعة كمان. في مشروع هام جدا مش محتفى بيه اللي هو مشروع مكتبات القرى، ده مشروع كبير قوي غير محتفى بيه، لانه اما نتكلم عن خطه قوميه لتغطيه الريف والصعيد بكل فروع وقرى بمكتبات، ده اعتقد مشروع يستحق التبجيل. لان النهارده احنا كل سنه بنقيم من 10 ل 15 مكتبة في قرى محرومة، وده اللي كان بيطالب بيه زمان. وده مشروع من ساعة أنا ما جيت ابتديته، النهارده عندنا حصيلة كبيرة جدا من المكتبات في القرى والمدن، واحنا مستمرين فيه. ده مشروع، ده اللي هو ثقافة الشعب نفسه، ازاي تثقفه. المشروع الثاني
المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير ده شرف مصر الثقافي، لان ده اكبر مشروع ثقافي للقرن القادم في العالم. وده مش بكلامنا احنا، ده المجلات الدولية اللي بتضع مقاييس وموازين للأحداث الثقافية الكبرى للقرن القادم حطيته كده أكبر مشروع ثقافي.